أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة ماسة لإعداد دراسة جديدة حول طريقة التعامل مع أمن الغذاء والماء. جاء ذلك ضمن كلمة معاليه في افتتاح منتدى هواجس الأمن والغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين. كان لابد أن يطرح منتدى هواجس أمن الغذاء والماء المشكلة بكل موضوعية وأن يكون أكثر صدقا حول ما تحتاجه المرحلة الراهنة من إيجاد دراسة مستفيضة لجدولة طريقة جديدة في التعامل مع أمن الغذاء والماء. من خلال هذه المنطقة يتم تسليط الضوء وضع الحلول والتوصيات إلى الحفاظ على المياه وكذلك إعادة الحفاظ على المواد الغذائية والاهتمام أكثر بالزراعة. من مسؤوليات السلطة التشريعية بأن تقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل تأمين الغذاء والماء، وخصوصا أن الأمن الغذائي والمائي هي يعني لها ارتباط كبير وهناك ترابط ما بين الأمن السياسي وما بين أيضا الأمن الاجتماعي والغذاء والماء. الإنسان شريك في عملية الهدر ودائما ما تحس بالشيء إلا لما تفقده، فأنا أقول يعني نستدرك من الآن بالخطر اللي ممكن يداهمنا ونبتدي نضع خطة مدروسة، وهي منظومة متكاملة، ترى ما يشترك فيها شخص، يشترك فيها الأسرة، يشترك فيها المجتمع، يشترك فيها الدولة، تشترك فيها أنظمة، تشترك فيها استراتيجيات. المنتدى دعا في معرض كلماته إلى وضع سياسات مترابطة تنظر إلى قطبي الماء والغذاء بطريقة متوازية والنظر أيضا إلى متطلبات البيئة. أعتقد بأن هذه التوصيات إن شاء الله سوف تكون هي بمثابة الخلاصة التي سوف يخرج بها هذا الملتقى، وكلنا أمل حقيقة، شاهدنا حفل الافتتاح وكلنا أمل، ومن الأسماء التي موجودة في هذه الملتقى، هذا الملتقى سوف تقدم أوراق، وإن شاء الله سوف يكون على قدر كبير من الأهمية. أعتقد أنه تأمين الأمن الغذائي والمائي يهمني أنا كنتيجة فيما بعد، ربما يعطيني تأمين سياسي، أيضا ضمان أمن اجتماعي وتطوير طبعا واستقلال اقتصادي، كل هذا أعتقد أنه يجعل من هذا القطاع المهم هو يترتب عليه نتائج كثيرة، ليس الآن وإنما ربما في أجيال قادمة. دول الخليج إحنا بحاجة إلى مثل هذه الملتقيات، لأن خاصة الأمن والغذاء يعني يهم جميع الشعوب وخاصة الشعوب الخليجية، فنسأل الله التوفيق لهذه الملتقى وأن يطلع بتوصيات تهم أبناء الخليج عموما. المجتمعون أكدوا أن ضمان الغذاء والماء مسؤولية الجميع من أجل الحاضر والمستقبل للأجيال القادمة. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.